السلام عليكم الدراري. في هذا لا فيديو عندنا ثلاثة الأخبار مهمة كتخص حكيمي وشنو قال المدرب الألماني شايفر، وأيضا شنو قال إيتو على المنتخب المغربي. نبدأ بالتفاصيل. أول حاجة نبدأ مع رئيس الاتحاد الكاميروني واللاعب الأسطورة السابق اللي هو سامويل إيتو الغني عن التعريف. صراحة هاد الأسابيع ولا كخرج تصريحات مفاجئة بحال أن المغرب والكاميرون غادي يطيحوا في فينال، وخرج ايضا تصريح جديد اللي قال فيه على حظوظ المغرب في المجموعة ديالو: اتوقع ان يكون المغرب مفاجأة المجموعة وسيمر كمتصدر لها. احب كثيرا هذا المنتخب واحبه اكثر اليوم بعد تعيين مدرب مغربي لقيادته. الركراكي مدرب كبير وسيأتي بالجديد لا محالة، فهو يتميز بحب الوطن الذي سيضيفه الى روح المجموعة. وبالنسبة للمدرب الألماني وينفريد شايفر في تصريحات صحفية قال المنتخب المغربي كملك حظوظ كبيرة ذهب بعيدا في المونديال، حيت كتوفر على نجوم كبار عندهم حضور كبير وكتألقوا في أوروبا. وأيضا سلط الضوء على مشاركة المنتخبات العربية الأربعة في العرس العالمي، وقال أن المغرب هو المنتخب الذي يملك الحظوظ الأكبر كونه يضم في صوفه نجوم كبار يتألقون في قارة أوروبا. وبالنسبة لحكيمي شنو دار؟ رسميا بعد ما انريكي ما استدعاش راموس اللي هو صديق ديالو المقرر في باريس، كتب ودعمه بهذه القوله: راموس هو افضل مدافع في العالم. كاين اللي يضحك على التعليق هذا وكاين لا، لكن طبيعه حال التاريخ ديالو كبير. وبالنسبه لي كرأي شخصي صعيب صراحه حاليا في ظل الشباب وريتم طالع في المونديال، وكيبان لي بلي راموس تقال في بي اس جي وكيضرب على غلط، نقدر نقول بلي حاليا ما يستاهلش يكون في المونديال كرأي شخصي. اش بالكم الخوت تهلاو لي فراسكم.